وهنا غادي نديروا الصفه ديال الروز ان شاء الله. ما جابوا لي الروز، انا قلت لهم كلاصي دابا عرفت والله ما عرفتش كيدير. ها هو الروز، باقي ما عرفتش هاد لومبالاج كيدير. مسلوق مسلوق. هنا بالنسبه للروز ها هي 20 كيلو ديال الروز كيف ما كتشاهدوا، والماء ها هويا رديته او شعلت عليه، ناقص عليه البوطه. هنا خويا الفنان، خويا خويا هنا هانتوما كيفما كتشاهدوا بسم الله، ضروري ما نغسلوه باش يتحيد منه داك الغبره ولا كاين شي نشا ولا شي حاجه. كيطلق بحال الماده ديال الحليب. هانتوما شوف شوفوا واش كيطلق. ها اللهم الحاجه تغسل، الا ما شافوناش موالين العرس شافنا الله، كيبقى التقليد وانا ما قاد على تقليد. ريح سيخيس شوفوا كيطلق بحال داك الحليب، خصو يحيد منه ديك المادة ديال الحليب، خصها تحيدها. شوف كنصفيه في الكسكاس، كنغسلو واحد جوج غسلات صافي وغادي نردو يتسلق ان شاء الله. باش ما يخسروش هاد النشا، كيخسرو هو اللي كيلصقو، كيخلي الروز انه يجيكم لاصق. شوف صافي الفن، شوف هانتوما هاد الماء، هاد الحليب ديالو خصو يحيد، هذا ما خصوش يبقى ابدا، هاد الحليب ما خصوش يبقى، خصني نعاودو غنصفيه عاد باش غادي نعاود ثاني نغسلو ان شاء الله. وهانتوما معايا هنا كيف ما كتشاهدو هانتوما الروز، انا صفيته في الكسكاس، شوفوا الماء ديالو. ها شوف هادشي كامل خصو يحيد. اغلبيه ديال الناس عا كيشدوا يبداو يسلقوا فيه يغسلوا عا غسله وحده، لا ها هو ثاني غنعاودوا نديروا ليه ماء اخر. ها هويا وغادي نحطوه نغسلوه ثاني. هنا انتم خالتكم الفنان ياسر كتعاود، شوف شوفوا الفرق ما بين الماء والماء، هاد الماء وهاد الماء. ها هو مازال هذه الغسله الثانيه، شوف شوفوا حتى هويا شوفوا النظافة من الإيمان. فيه الريحة ديال حيت هو تا هو نبتة، راه كاين وصف، هذا ماشي مصطنع، ماشي بحال الشعرية. النبتة كتزرع وكتحصد بحال القمح حتى هي وكتدرس. صافي دابا غادي نصفو ثاني في الكسكاس وهانتوما معنا. هنا إن شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا صافي هويا غسلتو غسلة الثالثة. دابا رديتو باش غادي تطلع فيه ديك الغليه، غادي ندير فيه واحد شويه الملح وشويه الزبده كيطيب واحد نص طيبه، ما غنقولش لكم الوقت، نص طيبه. انا ما عارفش الوقت ديالو بالضبط، ما كنشدش الوقت، عيني ميزاني مره كنقلبو ملي كيجي نص طيبه بالضبط، نص طيبه نص طيبه، عقلوا معايا نص طيبه، كنشدو نصفيه ونعاود نخوي عليه الماء بارد، كنبردو كنطفيه كنقولو غسلته في الكسكاس، كيتسقطر مزيان وكنطلع فيه الفوره في البرمه. في البرمه انا مجد ليه الماء، مجد ليه الماء طيب. المهم هو غادي طلع فيه نص طيبه وهانتوما معايا. هنا ان شاء الله هانتوما انا درت الزبده كيف ما كتشاهدوا، ها هي هي دابا دايرين الملح الفن، القياس ديال الملح، القياس ديال الملح باش يبنوا ما يجيش باسل. الا ما درتوش الملح كيجيكم الروز ديال صفه الروز او صفه الشعريه كتجي باسله. المهم صافي وكنقتل عليه البوطه، نقص عليه البوطه ونخليه، ما كنغطيهش انا هيا. انا ديروا الغطاء ماشي ما ديروش، ولكن ما تغطوش، قفلوه باش ما يفيدش. ملي غيبدا يتجلب كيفيد ديما بسمو الطنجره، بحال تغطوا غير النص او الثلث الثلثين. هنا ان شاء الله هانتوما الروز راني طفيت عليه، شوف شوف الروز كي كيولي طفايت عليه. ها شوف ها الماء ديالو، ها شوف راه كيطلع هو راه كيتزاد. انا 20 كيلو درتها غير في طنجره وحده، نتوما طيبه الصقعات ديروها في جوج طنجرات. ها شوف شوف ها شتو كي كيدير. ها ديما قلبي الحبه، شوف قلبي الحبه بحال هكا. شتي هاي نص طيبه، هذا نص طيبه، ديما قلبي الحبه بحال هكا. هذا دابا باش غادي نصفيه بامكاني نسلقو بحال هكا ونخليه نديرو الصفه، ولكن لا انا بغيت ديك القضيه ديال التفويره
غادي نفورو ونخليه يفور واحد ثلث ساعه وكنخوي عليه الماء بارد ونخليه يفور ثاني واحد ربع ساعه ولا شنو هي صافي كن وننزلو حتى نبغي نسخن. تجي ساهله الطريقه. شو شو كيدير؟ ها كيجي عاكي الحرير هاو محرحر مقاده شتو؟ نعم غنصفيه ونغسله باش يحيد منه داك النشا ضروري من الغسله، الا ما تغسلش كيبقى يتلصق. نص طيبه نص طيبه زوين وبالملح والزبده، الزبده الدور ديالها ما كتخليهش انه يلصق في بعضياته، كتخليه فاركه. شتو؟ شتو؟ حبه حبه ما كيلصق ما والو. هنا حنا درنا في كسكاس فلفل فلفل الصداع. سير هزي هانتو الكسكاس هانتو ما الطنجرة. شوف بشوية سيري شوف كيتغسل شوف كي كيتغسل ما كيبقاش فيه. ها شتو كتحيد منه خويا بتخوتي، كتحيد منه داك النشا كامل كيتحيد. صافي دابا حنا غسلناه غيتسقطر، باقي لي الاخر تا هو غادي باش نرجعو ها الاخر. ها شتو هذا الشروز هاو الماء ديما يكون لاعب عليه، ديما يكون لاعب عليه لانه كيشرب الروز راه كيشرب. دابا ملي بحال دخلوا ديك نص طيبه طفيت عليه وخليته ها هو تيشرب في الماء وباقي فيه الماء في القاع. هنا صافي ها نتوما هذا الاخر اللي غسلت ها هو كله غسلته ديرو في الكسكاس. ها شوف شتو هذه هي الخدمه ديالته. هنا غادي نوريكم شنو غادي ندير ليه ان شاء الله. هنا ها نتوما كيف ما كتشاهدوا صافي انا فرقته على جوج طناجر، جوج طناجر هانت حمرت. ها كندير هذا الكسكاس باش الكسكاس الاخر ونخوي عليه ونبدا نصفي. صافي هنايا غادي نزيد واحد شويه الملح، انا ضقت كيبان لي بحال باقي شويه مسوس ومع ديك الغسله كتحيد منه الملح. بسم الله واحد شويه الملح الفان. ها قياسي ها هي قياسي ها هي قياسي ها هي الاخرى. صافي حركي لك الفانة الاخرى بيدك. شوفي الدجاج شوفي الدجاج شوفي الدجاج انا غادي نقلب. صافي شوف قلبي بتخوتي سير انا جاي عندك الفانة انا غنجي نسمع. صافي كنديروا لها انتم الملح البرمارة صايره كتفور ونبدا نفور فيه. وهنا الصفه ديال الروز انتم كيف ركت برداتها. ها هو الروز ملي كيتغسل شوف شوفوا كيبراد كيبقى حبه حبه. صافي دابا غنطلع فيه غير الفوره وتابعوني حتى نكمل. هنا كيف ما كتشاهدوا الفنان راه تقرض وتصيفط هنا هي وبنت خويتو انا راني نيت بالضحك. المهم انتم الصفه شوف ها هي يا تفور تقريبا واحد شي ربع ساعة ثلث ساعة تفور مزيان. صافي راه حسبوا راه طاب هو راه الصراحة راه طاب. ها هو راه طاب الروز طاب شوف الروز راه طاب. هاد الفورة غادي تكمل لي الطياب ديالو. الروز أنا غادي كنهز غير بشوية ونحط في الكسكاس باش كيتم جاي بحال هو يجمع وأنا نحط، ما نحطوش خطرة وحدة باش ما يدكش ليا في الكسكاس ويتسدوا ليا العيون. هنا كيف ما كتشاهدوا انا غنشوف هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما راني داير زيف من التحت. ها هو ها هو الصفه جمعت ديما الزيف كيشرب داك الفابور، ما كنديرش الغلاقه باش ما تقطرش. الزيف كيشرب الفابور شوف شوف الروز كيجي. شوف انا بغيت نوريكم كيفاش جا. ها هاو طاب شوف ها هو طاب. دابا غنخويه هذا ها نديروا ليه السنيده ونديروا ليه الزبده واللافاني والحليب صافي نطلعوا فيه التسخان. بالنسبه لهذا هانتوما هو صافي طاب. هذيك ديال الماء كتكون في الروز كلاسي كيكون شويه قاصح، بالنسبه لهذا صافي هذا وجد تقريبا. بسم الله هذا وجد فنان. صافي هذا غادي ننزلو. هنا كيف ما كتشاهدوا صافي انا فرغته درنا ليه الزبده والسنيده
هانت الزبده والسنيده. بالنسبه للروز كيبغي الزبده على الشعريه باش كيتفرتك ويجي فارك. بلاتي بنت خويتي بسم الله. شوف السنيده غتصوروا علاش كندير السنيده وما ندير السكر كلاصي. ديما كنقول لكم السكر كلاصي كيميه السفه كيميها، بالنسبه للسنيده كيطلع واعر. ها شوف شوف راه ما معجن ما حتى شي حاجه. هذا كلاصي بيض، انا مالك كنخدمها بالصفر. الصفر في عوض ما غندير دابا السنيده والزبده في الكسكاس كنعاود نخوي عليه الماء بارد كنسقيه في الكسكاس ملي كتطلع فيه الفوار عاد كندير هذه العمليه. بالنسبه لهذا كلاصي بيض بلا ها انتم راه طاب، هذا راه طاب شوف هذا راه طاب. شوف ها هي حبه حبه ولكن ها صافي كيف ما كتشاهدوا ها هي دابت. ها يعني هذا صافي غير غنسخن ملي غنبغي نقدمه في طبق التقديم نطلع فيه غير سخونيه تسخان ماشي فوره غير تسخان حيت باقي عندي الوقت. صافي نخليه دابا يبرد. انا فرقته على جوج طناجره باش ياخذ اتساع. بالنسبه لاخر ها هو هنايا كيف ما كتشاهدوا انا بديت كنرمي فيه قسمت قسمت الكساكس دابا بحال جوج كساكس. هنا صافي ان شاء الله هانتوما درنا الزبده درنا لافاني درنا السنيده درنا سميتو الكوك وحليب نيسلي. الكوك وحليب نيسلي كاضافه ما بغيتهمش بلاش، ولكن نيسلي ديك لافاني لافاني كنركز على لافاني زهر ماشي برتقال زهر هي اللي كنركز عليها. والزبيب هانتوما بالطبيعه بعد ما غسلته ورطبته في المشويه. شوف هو الزبده كيبغي الزبده. شوف هانتوما شتو كي جا شفار كوزين والبنه ما نعاودش ليكم. راني دقتو انا مالياش في الصفه ديال الشعريه ما نكذبش عليكم انا والله العظيم ما عنديش انا معاها واخا كنطيبها رغم انني كنطيبها ما عنديش معاها. انا كيعجبني الروز، الروز هو سيدهم صفه الروز هو سيدهم. ها شوف شوف حبه حبه وطيب. ها طيب شوف طايبة واللقمة مليتها. شوف هاك ها هي ملابقة وفي نفس الوقت كتفرتكوها. ها صافي دابا هذا مهمته سالت. نرجع للاخر نفس الطريقة نفس الطريقة. بالنسبة لهذا هو سير كيفور وانا كنزيدو ما حد هو كيفور وانا كنزيدو. صافي كنغطيه بالزيف وندير نفس الطريقة نفس الطريقة. بالنسبة للروز كلاصي الصفر ديما كنخوي عليه الماء. هذا روز ابيض هذا موديل جديد انا ما عمرني خدمت هذا اول مره. هذا اول مره هذه الماركه غنخدمها ولكن بالنسبه للروز كلاصي الصفر ماشي ابيض كنخدمو ديما كتبقى هذاك كونفيونس كنقولوا حنا الروز ديالو كونفيونس. وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا ان شاء الله. الصفه هي هذه الكسكاس من الكسكاس للطبسيل من الكسكاس للطبسيل. هزو عيط على الدراري هز الواحد هز الواحد هز الواحد وعيط على الدراري. هانتوما الدجاج هنا كيف ما كتشاهدوا الروز هو يا صافي هانتوما خالتكم هنا ان شاء الله. هانتوما شوفوا الزواق كيف كنديروا هانتوما شوف شوفوا الطفلات والصقعات بسم الله. شفتو هانت هنا كنشد اللوز ولا كاوكاو ها واحد عامر وواحد خاوي. ها خلو واحد عامر وواحد خاوي بحال هكايا
شوفوا كيفاش كتجي. هرسك الكراسي خلي عليك. لا لك نعيمة. اه بعد نوبات بتخويزي ملي كيكون شي واحد شي عرس في عام ساخط الوالدين مجموعين كيوقفوا علينا دوك القبابة صحاب قالت لها صحاب سعيد قالت واحد المرة الله يرحمها مسكينة بغات الرحمة اليوم عدي قالت لها مولاي سعيد مات الله يرحمها اي ما تورقيش خجران خو قالت كيتسلك حلواتنا هي بنت خويتي نبانو في الجرائد الرسميه ديال الله هاي هاتي لطيفه الزواق الغزلافي ومرت عمر هاتي عتيقه مرت طه انت يا مرت هي الطيطيش لا زقلتها زقلت زقلتها هي هذيك غتجي زعما ايوا صافي هاتي عتيقه راه هاتي عتيقه هاتي لطيفه وهبت الحمري الزواق الغزلافي وري المريم وري المريم نقول عليه شوفي اشوفي التليفون تاعو قال لك الشحن والسكر كلاصي ديرو عمل الفوق عب كي كنا نديرو لي بك ياه هزي عبونك بحالك وحطي عليه من الفوق حقا باش تليبك كتبلط الحركه ضرب داله هذاك بزاف وقفوا علينا القبابه اي هو كل شيء زين هنا انتم الشكل النهائي النهائي الشكل النهائي اليوم علاش درنا هذا الزواق الدنيا زوينه الخدمه فنا ما كاينش ما كاينش الناس ما يعني ما كاينش ذاك التخطر ما برزطنا حتى واحد والله العظيم ما برزطنا شي واحد الله يعمر لهم الدار الخدمه كتطلع الخدمه طلعت سبحان الله العظيم كاين الدار اللي غوتهم كثر من عرسهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى حاجه ما طلع عندهم الفاخر ما يبغيش يشعل البوطه ما تولي تفرفر ايوا المهم بقاو لينا على العلايات هانتوما شوف شوفوا القبابة وشوفوا القبابة ما تكدوش عني راه سيدي عزيز يوم ما الطلبة راه قاعدين يتعداو تتي حنا حايرين عافينا طلبة سير قراو تغداو خلينا نغنيو راه حنا في عرس ما تقدوش عني وانا وسيدي عزيز يا ما تقدوش عني ما تقدوش عني انا وسيدي عزيز يا والطنوبيل واقفه والسوارت في ديه ما تقدوش عني يا وسيدي عزيز يا ما تقدوش عني يا وبوك الفنان يا ما تقدوش عني الطلبه بلاتي الفنان روغي الطلبه ما من هنا بيني وبين محايد قراو قبيل بارك انا نعست والله الا نعست قراو عليا الطلبه المهم حيدوا مني الجعره كامله اللي فيا دوك التوابع دوك الديارات دوك الطامين اللي قاعد النهار كامل مال طمر يفرك مشاقف وريتهم بنت خويتي قلت له هو بنت خويتي شتي اللطمه في كاين مدورين شادين الباش اللي مغطي به الماتريال شادينهم مربعين ودايرين ليه اللطمه اللي غتصوروا عزيز هذا اي الشيطان راه كيجي يقرا عادي عاد كيمشي جيت قريه عاد كيمشي ولا قلت لكم الشيطان كنقريه كنقريه انا اللي كتشوفوا فيا دوز حبيبي دوز حمامتي مرتي دوز دوز قلت لكم الشيطان انا كنقريه دي من عادي الفتواف او كيمشي قال لك الشيطان جاو شي كان حاط في شي قبيله او طلع لهذوك القبيله الدم قال لك ما بغاوش يبقى تمايا قالوا لي غادي ترحل جي عندي قال لي ابو العبدي هذيك القبيله الفلان الفلانيه ما هناونيش خلاوني نمشي سيجي تبصيله ناعمه تيجي سير تجي تبصيله دغيا لا راه ناقصين تباصيل انا نغسلو دغيا تسنطو ليا قال لي راه قالوا لي سير في حالك جمع ولادك وسير في حالك وانا راني ما سخيتش بديك القبيله قلت لي صافي نوافق رحل
انا حيت كنعرف القبيله. قلت لي شوف هذيك القبيله راه ما غيهنوكش، المهم انت باغي تمشي تتكحلها. قال لي اش غادي ندير؟ قلت لي غادي تدوز غتلقى البقره قلت ليه مربوطه بالوتد حداها واحد البعلوك ديما تما يضل حداها قرص البقره قلت لي غادي تنكد الوتد غيضرب الدري غيموت. المراه غادي تجي تقتل البقره، الراجل غيجي يلقى قلت ليه المراه مي قاتله لي البقره غيضربها يقتلها، خوتها غيجي يلقاو اختهم ماتت غيصفوها للراجل. قلت لي القبيله ما غيبقى فيها حرامي ملقط. داكشي اللي دار الشيطان، جاب لي فيها بلغه وجاب لي فيها غنقول لكم شي بدعيه وجاب لي فيها فرجيه وجاب لي فيها جوج عصايبها وحده منهم هانتوما ديال بالاحمر ديال بالاحمر. المهم انا نكذب والمسمومه تيدو النعله. مرحبا بكم. المهم كنتمنى لكم التيسير والتخمير والبارك مسعود العريس والعائله وكل شيء خوته هما واقفين حدايا. العز بكم الله يعاونكم. Yeah.